العند وحش، انك انت تبقى مصر هو ده القرار وانت عارف اللي هو غلط، لا هيودينا الطريق اللي احنا فيه، هيودينا. وتعالى بقى للأسوأ من ده، اللي بيساعدك على الغلط اللي حواليك. اللي حواليك طبعا، لما تلعب ماتش سيء واللي حواليك يقول لا ده بس ده فلان ده كان كويس، مين انتوا؟ مين؟ هات لي حد بيقيم لعيبه نادي الاسماعيلي، ممكن؟ ده انت معبي. انا مش معبي انا، بص يا ابراهيم تاني، انا بالنسبه لي انا مش معبي خالص، انا صعبان عليا وضع كيان اسمه نادي الاسماعيلي. وعلى فكره انا بقوله اتحداك والله ما في واحد اسماعيلاوي هيطلع يقول الكلام ده، والله ما في حد هيطلع يقول الكلام ده. ليه بقى؟ ليه؟ عشان حاجات كتير، عشان حاجات كتير. انا ما حدش بيديني حاجه، انا تعبت وشقيت واخلصت البلد والنادي وربنا لوحده اللي عالم. سيب بقى اللي يقول يقول واللي يعيد بس في ناس يكتب يكتب. في ناس بتتكلم يعني، في ناس بتتكلم، في ناس يعني برضو بس مش هيتكلموا باللي انا بقوله. انا بص، انا الصراحه الصراحه اهم حاجه، وفي لقائك او في كلامك لما بتبقى صريح من جواك بيوصل للناس، بيوصل. طب انا كده فهمت انت اعتزلت ليه. طبعا انا كنت استمر 3-4 سنين لو بلعب في اهلي وزمالك مع اللعيبه اللي موجوده، مع الناس اللي موجوده وبتكبر لعيبتها. خد بالك بتكبر لعيبتها، كنت ممكن العب. انا فهمت كده. انما انت اقول لك على حاجه، انا 2008 انا كنت احسن لاعب. 2008 احسن لاعب في بطوله افريقيا. مفيش حد قال لي الف مبروك. اسمع ليه في النادي الاسماعيلي ما بنعرفش نكبر لعيبتنا. ما بنعرفش نحافظ، ما بنعرفش نبروزهم يعني. لا. نديهم ده ابن الاسماعيلي يعني. انت انا لاعب 104 مباراه دوليه، الوحيد اللي من خارج اهلي زمالك لعب 104 مباراة دولية. اخويا طارق جاب لي تيشيرت بعد المباراة ال 100 وجابوه لي جوه النادي. تعالى اتصور نادي الاسماعيلي واداراته ما عملوش معايا حاجة. انا صعبان على نادي الاسماعيلي. بص بعد ال 100 بعد الماتش ال 100 ما جابولكش. انا مش بص، انا والله انا يعني مش عايز اتكلم علشان الواحد ايه خلاص غير ال يعني، عشان انت لما بتخلص وتدي وما بتلاقيش حد بيقدر اخلاصك ده وحب غير الناس اللي في الشارع اللي بتحبك، انت حاسس ان انت اتظلمت. اتظلمت، وللاسف الناس بتضحك عليها في الشارع برضو، الناس بتصدق. انت كمان عندك احساس بانه مش بس اتظلمت من الادارات، انه اتوجهت الناس احيانا ضدك في اوقات. بص يا ابراهيم، اللي بيحب مكانه وخلص له ويديله بجد ما بيستناش حاجه من حد، بس في وقت كلمه شكرا بتغني عن ملايين الدنيا. لما بتسيب ملايين وترضى بقرش بتبقى عندي اكبر من اي حاجه في الدنيا. لما بتلاقي واحد في الشارع بيقول لك احنا عارفين انت ضحيت واديت قد ايه للنادي الاسماعيلي، بتعوضك عن كل حلم انت كنت ممكن تحققه ماليا. صعب عليك التضحيات اللي عملتها وانه ما جاتش كلمه شكرا، صعب عليك انه المشهد اللي انت بتقول عليه ده، انه طارق داخل النادي جايب لك تيشيرت مكتوب عليه 100 تصور عشان يفرح بيك. اتحاد الكره حد ولا حد فاكر حد ولا حد عارف انت حققت ايه ولا مع احترامي الكامل يعني. ما بص الكره المصريه انت هتموت من هنا. عايزين نعمل له شارع. ده احنا عايزين نكرمه. ما عندناش ثقافة ان اللي اخلص وتعب وبيخلص بجد من جواه ما بنقدروش. احنا في وقت وفي زمن للأسف بنكرم فيه الناس الفاسدة. الفاسدين بقوا كتير قوي وبقوا هما المسيطرين على كل حاجة، والناس المحترمة للاسف بقت مش بتستخبى، بقت بعيد. هو ده حال اللي احنا فيه. قيس على ده كتير. وانا بص انا تخليتني طيب. انا اسف على دموعك، واسف انا بعتذر لك على دموعك، بس انا ما اقدر ما يعني
حاسس ان انت محتاج تتكلم، حاسس ان انت من جواك تفاصيل كتير مخنوق بخنقاك مش يعني، وعايز تكلم جمهور الاسماعيلي في الاخر، فبدي لك المساحه ديت يعني. سعد ما والله يا ابراهيم خلاص غير، اطلع فاصل حتى واهدى شويه. نطلع فاصل؟ حاضر اطلع لك فاصل. فلنا فاصل يا شباب يلا.